بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. مقاصد الأضحية، الحلقة الثانية من هذا الموضوع السنة في الأضحية. فالسنة التي لا محيد عنها في أضحية العيد الاعتقاد بأنها قربة لله تعالى للتزلف إليه وشكره، فهي بمثابة الهدية التي تهدى، ولذلك لا تسقط حتى على حجاج بيت الله الحرام، غير أنها عندهم تؤدى باسم الهدي إظهارا للكرم والسخاء والإحسان في أعز مكان وأفضل زمان. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى يوم حجة الوداع 100 بدنة نحرها في تلك البقاع مراعاة لهذه المعاني ولهذه الحكم. والهدف دائما من ممارسة هذه العبادات وهذه الشعائر هو تحصيل تقوى الله تعالى. الله الكريم يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعلى المضحي الإلمام بفقه هذه الشعيرة باستجماع ما أمكن من أحكامها وحكمها وفضائلها وشروطها. فالتقوى درجة عالية لا تنال بمجرد إهراق الدم وتوفير اللحم، وإنما بالانضباط مع مقاصد الشرع وتعظيم الحرمات واستحضار عظمته سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الذبح يسمي الله تعالى قائلا: اللهم هذا منك وإليك، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يكبر الله تعالى. وما يحقق المعنى العميق لهذا المنسك الذي جعله الله تعالى من مناسك هذه الأمة تخصها كما للأمم الأخرى مناسكها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هو الانتفاع بهذه الأضحية والاستفادة من لحمها بالأكل والإطعام والتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا أمكن توزيعها أثلاثا ليكون الثلث لأهل البيت والآخر للأقارب والأصدقاء ولو كانوا أغنياء، والثالث صدقة للمحتاجين لقوله صلى الله عليه وسلم، والثالث يكون صدقة للمحتاجين، فأحسن وأفضل. إذا أمكن للمضحي أن يتصدق بجزء من هذه الأضحية ويأكل جزءا ثم يتصدق بجزء آخر على الجيران والأصدقاء، فهذا أفضل وأحسن، وهذا لا يتنافى مع جواز الادخار منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. وننبه إلى أن جلود الأضاحي جزء لا يتجزأ منها، فهي لا تقل فائدة عن لحمها، والمطلوب عند الاستغناء عنها بداع من الدواعي لسبب من الأسباب أن يتصدق بها لينتفع بها في الصناعات الجلدية. الجلود لها قيمة ثمينة تقدر بالملايير، تساهم في ترويج الحركة الاقتصادية بالبلاد وإنعاش التجارة. ونأسف كثيرا لهذه الظاهرة التي بدت على الساحة في السنين الأخيرة، حيث الناس يتصرفون بكثير من البلاهة والطيش، فيعمدون إلى إتلاف هذه الجلود بالإلقاء بها في القمامات والشوارع والطرقات، فيسببون في إهدار مال وفير وتبذير نعمة كبيرة من جهة،
وفي تلويث المحيط وإفساد البيئة من جهة ثانية. وإذا أضفنا إلى هذا التصرف الشائن ما تتعرض له الساحات والفضاءات العمومية من توسيخ بسبب تعفن هذه الجلود ونفايات وفضلات الأضاحي التي توضع في غير أماكنها، وشي رؤوس الأضاحي وأطرافها في الساحة العامة، فيشتد التلوث أكثر إلى حد الاختناق الذي يصيب الساكنة برمتها. هذا كله يعبر عن سلوك أقل ما يقال إنه غير حضاري بالمرة. فالإسلام قبل أن يعنى بالزينة وحسن الهيئة وجه عناية أكبر إلى النظافة، فإنها الأساس لكل زينة حسنة وكل مظهر جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنظفوا فإن الإنسان نظيف. والعيد حين لا يحمل هذا العنوان الذي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسخه كثقافة في نفوس أصحابه وأتباعه، لا يكون عيدا بالمفهوم الحضاري الأخلاقي الذي عود عليه الإسلام أهله منذ البداية حين تعهدهم بالتوجيهات اليقظة والنصائح الوديعة حتى ارتقى بهم من البداوة إلى الحضارة ومن البذاذة المزرية إلى التجمل المعتدل. وهذا السلوك يتنافى مع التوجيه النبوي الرشيد والسديد، والذي يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر، وهو كناية عن إظهار الفرح في هذه الأيام، لأن الله تعالى خلق الناس يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون يأكلون ويشربون. إنها ساعة وساعة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مراعيا واقع الناس وفطرهم وغرائزهم: فساعة للجد والخشوع والقيام والعمل للدارين، وساعة لمشاركة الأهل والعيال والأصحاب بالمداعبة والمزاح والمدح والسرور. فلا بأس في العيد من التفكه والترويح عن النفس، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد من التنفيس عنها من طرائف الحكم وجميل النكت وطيب الكلام. وعيد هذا العام يأتي على غير حاله المعتاد. عيد بأية حال عدت يا عيد، يأتي في ظرف استثنائي بسبب وباء كوفيد-19 الذي لا يزال يفتك بالأرواح. ولذلك ننصح بالتقليل من الحركة والاقتصار في صلة الأرحام على وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والواتساب وغيرها، وضرورة الاهتمام بالإجراءات الصحية والوقائية وضرورة الاهتمام بالإجراءات الصحية الوقائية ابتداء من نحر الأضحية التي نباشرها بأنفسنا إن أمكن، أو بتوكيل من هم ثقة من الجزارين الذين يتوفرون على التحاليل المخبرية في شأن هذا الوباء. نقلل من الزيارات والتجمعات داخل البيوت وخارجها، والتي عادة ما تكون في المقاهي والفضاءات العمومية. نعم للمرح والفكاهة البريئة واللهو المباح لإنعاش النفس وتجديد النشاط وبعث الحيوية، لكن في حدود هذا الظرف الصحي الاستثنائي. فنحن لا نريد أن تنقلب عندنا الأفراح إلى الأقراح، ولا المسرات إلى المضرات، ولا الولائم إلى المآتم. فهذا هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر. فالاحتياط لديننا ولدنيانا ولمعادنا ولمعاشنا
أصبح بسبب شيوع هذه الجائحة مسؤولية فردية. فاللهم سلم، واللهم نجنا من الوباء، آمين، والحمد لله رب العالمين.